طب احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي الجد بيموت، وهو بيموت هيعمل ايه؟ هيوصي ان ابنه دون محمد صلى الله عليه وسلم يروح لعمه ابو طالب. اشمعنى ابو طالب؟ اصل ابو طالب شقيق عبد الله ابو النبي. فيقول عبد المطلب لابو طالب: اوصيك بابني هذا، وسماه ابني. لاحظوا حاجه عجيبه يا جماعه، النبي كده اتنقل بين كام بيت؟ كام بيت؟ 5 بيوت. تعالوا نعدهم كده. بيت امه في الاول اول ما اتولد، وبعدين بيت حليمه في الصحراء حاجه تانية خالص، وبعدين رجع بيت امه تاني عاش 4 سنين، وبعدين بيت جده عايش هو ومرات جده، مش جدته لان جده النبي ماتت من زمان، فجده اتجوز واحده تانية اسمها هاله، فعايش مع مرات جده لوحدهم في البيت. وبعد كده هيقعد قد ايه؟ هيقعد سنتين، وبعد كده هيتنقل لبيت عمه. بيت فيه كام واحد؟ 10 عيال. 5 بيوت في 8 سنين. يا جماعه احنا عندنا الولد لما بيسيب حضن امه ويتقال له روح ادرس في كندا مثلا، فبعد اسبوعين يعيط لها ويقول لها: عايز ارجع يا ماما، عايز ارجع يا ماما، هو 20 سنه مش قادر يا ماما على الغربه. كم بيت يا رسول الله؟ 5 بيوت في كم سنة في 8 سنين. طب البيوت زي بعضها؟ كل الاختلاف، بيت في الصحراء، بيت فيه جد وجدة عواجيز عايشين لوحدهم مع هذا الطفل، بيت فيه اللي هو بيت عمه أبو طالب فيه 10 عيال محدش فضيله، عشان كده طلع أمي. ما هو طلع أمي ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حد ياخد بيه، ما فيش حد يعلمه، محدش فضيله. طب من مين اللي أدبك يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي، هو اللي بيقول كده. شايف حبي يا جماعة؟ أنا عايز أسألك سؤال، أنتوا عارفين أنا نفسي إيه؟ نفسي الحلقة تخلص ونروح نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صدق والله أنا بتكلم الحلقة دي ونفسي أخلص وأروح أقول له: رسول الله يعني أنت يعني أنا بحبك جدا، ونبلغكم سلامكم تاني زي ما اتفقنا إن شاء الله كل يوم بإذن الله، الناس اللي بتشوفنا بتسلم عليك يا رسول الله، فاللي مش هيشوفنا مش هنسلم له. فتخيل اللقطة دي يا جماعة، هو الآن فين؟ 5 بيوت. طب ليه النقل بين البيوت؟ أقول لك ليه النقل بين البيوت، حاجة مهمة أوي، عشان يتعلم الاعتماد على النفس. شايف الإعداد الرباني؟ الأولانية عشان يتعلم حقيقة الحياة، ودي عشان يتعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والجدية والصلابة والإرادة والمرونة في التعامل مع الظروف. ده عمال يتنقل من بيت لبيت بظروف مختلفة، خلي بالكم النبي هيتعامل مع ظروف متغيرة لما يكبر، فكل الصفات دي عشان لما يكبر محتاجها. ايه رأيكم في إعداد الله تبارك وتعالى؟ شفتوا بقى؟ شفتوا انه احيانا يمنعك ليعطيك؟ يبقى كل المنع اللي عمال يحصل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم عطاء. لكن في حاجة تانية عجيبة قوي يا جماعة، ايه هي؟ انتوا واخدين بالكم انه في وسط الالام الشديدة دي دايما في حضن للنبي؟ ازاي؟ جده حضن ولا مش حضن؟ وحضن حنين قوي، كأن ربنا بياخد منه حاجة جامدة قوي عشان يتعلم وعشان يبقى فيه إعداد، ويديله قدامها شوية حنان علشان يبقى عنده رحمة. شوفوا التوازن الإلهي، شوفوا ترتيب ربنا الكون وإزاي يعني سبحان الله. ياخد منه أمه، يديله حضن جده، ما يعوضش أبدا، ما يعوضش عن حضن الأم، لكن يدي شوية حنان. طب ومرات جده هالة، دي مش جدته كمان، لكن خلي بالك شوف ترتيب ربنا، هالة دي تبقى مين؟ دي تبقى بنت عم آمنة بنت وهب أمه عشان تديله حضن تاني. طب ومين كمان؟ وبعد كده يديله حضن أبو طالب اللي ما أسلمش لكن فضل واقف جنبه، ويديله حضن مين كمان؟ يديله حضن مرات أبو طالب فاطمة بنت أسد، اللي هتبقى حمات بنته بعد شوية، أم علي بن أبي طالب هتبقى حمات السيدة فاطمة، هي اللي ربته رضي الله عنها وأسلمت بعد كده. حضن ورا حضن ورا حضن. عرفتوا يا جماعة تفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ شفتوا معناها؟ احنا خليناك يتيم علشان تطلع قوي، عشان انت نبي اخر الزمان، لكن عمرنا ما منعناك من الحضن اللي يطبطب عليك. يا اله الا الله على ترتيبه في كونه، على ادارته لكونه. يا جماعه اوعوا تنظروا للاحداث الصعبه في حياتكم: ليه يا رب عملت فيها كده؟ خلاص بقى اتعلموها بقى، تعلمناها يا جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم ايه؟ لو الدنيا ظلمت قوي قول يمكن ربنا بيعديني الموضوع كبير في المستقبل، لعله بيعديني لحاجه كبيره. يا شباب بالذات لو الدنيا قست عليك اعرف ان ربنا بيجهزك لحاجه كبيره. لو تعبت، لو سبت بلدك، لو حصل لك كذا، اعرف ان ده اعداد،
وان ربنا بيجهزك لشيء عظيم. اقول لكم حاجه عجيبه قوي، شوفوا ربنا مع كل انبيائه بيحبهم قوي لكن يعرضهم لصعوبات جامده جدا، لكن لازم يعزهم في الاخر. يا جماعه الدنيا كده، انظر الى نوح عليه السلام، بالامس يضرب ويستهزأ به و و و و و، ثم بعد قليل ينجو في السفينه ويهلك اعداؤه. انظر الى ابراهيم عليه السلام، بالامس يلقى في النار ثم بعد قليل يصبح خليل الرحمن وينجو من النار. انظر الى يعقوب عليه السلام، بالامس يفقد بصره من البكاء لفقد الحبيب يوسف، ثم بعد قليل يعود البصر ويعود معه الفرحه بحضن الحبيب يوسف. انظر الى موسى عليه السلام، بالامس يخرج خائفا من مصر ثم بعد قليل يعود منتصرا ويصبح كليم الرحمن. انظر إلى عيسى، يتهم هو وأمه بحملها فيه، ثم بعد أيام قليلة يصبح معجزة يشهد بها الأرض كلها. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بالأمس يتيم في مكة، ثم بعد قليل وحيخرج منها خائف، وحيخرج منها يعني مطرود، ثم بعد قليل يعود إليها منتصرا يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. عرفتوا ترتيب ربنا في كونه يا جماعة؟ عرفتوا إعداد ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي؟